نظمت منطقة الغربية للشطرنج احتفالية اليوم في اليوم العالمي للشطرنج على مركب نيلي وسط نهر النيل فرع رشيد بنطاق محافظة الغربية بحضور عدد من المسؤولين ومحبي رياضة الشطرنج. شهدت الاحتفالية مباراة بين اللاعب الدولي محمد زبيب أشهر كفيف في مصر يمارس لعبة الشطرنج والذي حصل على المركز الثاني في بطولة العالم للشطرنج في عام 2019 ولاعبين آخرين أحدهم الطفل عبد الرحمن سامح الحاصل على المركز الأول على مستوى الجمهورية ويعتبر أصغر طفل مصري وعربي وإفريقي يحصل على بطولة الجمهورية في الشطرنج. تم اختيار اليوم العالمي للاحتفال بالشطرنج في اليوم ده، وإن الشطرنج كمان بيخدم في العملية التعليمية ويعمل عملية التسامح والترابط بين الدول وبعضها بما يحقق التنمية المستدامة ل2030. دخلت بطولة الجمهورية سنة 2012، طلعت 13 على مصر ترتيب عام، كنت جايب 8 من 11، نقطة قد السادس. ابتديت بعد كده يسفروني، سافرت رحت الإمارات وسافرت رحت اليونان، وآخر مسابقة رحت بطولة العالم لذو الأعاقات الخاصة. أنا أصغر واحد ياخد بطولة الجمهورية الكبار، وبابا علمني ألعب شطرنج إزاي، وهو علمني ألعب شطرنج يعني علمه ألعب القطع إزاي، وقال لي ألعب القطع إزاي، وقال لي ألعب مع الكمبيوتر واحد واثنين.